بسم الله، والله أكبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذا الأمر وهذا النهي لا بريسكريبسيون إلى بروسكريبسيون، يعني هما عظة من الله. الإكزورتاسيون أبيان سبوزي دفون les commandements divins et ne pas sous-estimer les proscriptions divines. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم ينصحكم لعلكم تذكرون. بس كما تقول أنت حمسكم للتذكر، تستعملوا عقولكم، لا تستعملوا جهلكم ولا تستعملوا ميولكم الإبليسية، لعلكم تذكرون أي تولي ذاكرتكم تخدمكم لا فلا تخشي ما لا تخذلكم. نعود إن شاء الله تعالى.